كيف حالك يا أخوي رجب؟ مبارك عليك رمضان. الله يبارك فيك يا عارف، ورمضانك مبروك لمرقع على فيه شروك. كيف الأمور يا رجوبة؟ تياه ماشية والحمد لله، نستنوا في كاس العالم. تقول لي شكون تتوقع بياخذ الكاس العام هذا؟ يا راجل ارتقوا شوية، وانتم ديما كورة ودوة فاضية. تقف روحك يا أخوي، اقرأ وشد كتاب، ارتقوا راهو القاع ازدحم. باهي توا انت متثقف وتقرأ. تي انا عندي ماجستير في علم اللغة لينغوستك. انا متخصص في الايتيمولوجيا، عمرك سمعت بها؟ لا والله، شنو هي التيمولوجيا هذه؟ طبعا ما تعرفهاش لانك جاهل. هذا علم دراسة اصل الكلمات وتاريخها. يعني انت تعرف الكلمات منين جو والجو هو. باهي تعرف شنو هي دبل رايبة؟ اكيد اسفنزة، مع اني راهو ما ناكلش فيه. انا نفطر كرواسون وملك شيك. تباهي باهي صدقتك، انا نبي نعرف اللي طيب فيها شن اسمه. سنفاز، ما تبيش خبير في علم اللغة يا متخلف. غير اصبر علي بس. باهي اسفنزة سين وبعدين فاء وبعدين نون، وسنفاز سين بعدين نون مش فاء. شوفها كيف مكتوبة، علاش ما يسموشي سفناز زي سفنز، ولا يسموها سنفزة زي سنفاز؟ هيا قول لي يا متعلم علم لغة لينو لوكك، ولا شن اسم هذا؟ سنفاز سفناز. كيف قلت لي؟ كاس العالم البرازيل ملاح، ونيمار رجع من الإصابة، وحتى الأرجنتين لو ميسي في الفورما نتوقع يجيب الكاس، ولا أنت شنو رأيك؟ تباهي، أعلاش اللي جريك تابين يبدأ يتجكتر على الناس؟ أنا بنمشي نضرب سنفزة متثقفين بالدحي من سنفاز أفلاطون. هيا بسلامة.